يواصل منحنى الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر الهبوط في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التطعيم ويتزايد الإنتاج المحلي من اللقاحات. الحكومة من جانبها أشارت إلى تعاملها الناجح مع أزمة كورونا عن طريق السياسات المرنة التي ساهمت في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وسط إشادات دولية. أرحب معي في الاستوديو بخبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة الدكتور إسلام معنان، كما أرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور إسلام، ما الذي ساعد الحكومة المصرية على الصمود حتى الآن أمام فيروس كورونا وتداعياته؟ سؤال كويس جدا، وأهلا وسهلا دكتور عمرو. نرجع شوية لبداية الجائحة. احنا كان في ظروف نقدر نقول خارجية ساعدتنا وفي ظروف داخلية. الخارجية منها ان احنا اتأخرنا الحمد لله في الموجة الاولى. طبعا احنا عارفين ان العالم كله مر بموجات متوالية من الموجة الاولى، ما كناش كل العالم مرة واحدة، احنا كنا في الزون الرابعة وهي اخر زون في الانتشار الوبائي، فده ادانا فترة استعداد جيدة. احنا لو تتذكر كان عندنا مستشفى النجيلة جاهزة قبل حتى اكتشاف اول حالة كورونا، ونفس الكلام في الاستعداد جوه المستشفيات وتعليمات منظمة الصحة العالمية مع الحكومة المصرية، كل دي ساعدتنا ان احنا نستعد جيدا. اما بقى لو اتكلمنا على العوامل الداخلية، فاحنا نقدر نصنف السياسة الصحية ان هي كانت سياسة متزنة. يعني في بعض الدول تسرعت بالغلق الكامل، حتى في دول من اول الجائحة حتى الان لسه تحت الإغلاق الكامل يعني. وبعض الدول تسرعت مثلا في البروتوكولات العلاجية. احنا خدنا فترة زي ما نقدر نقول تجربة وتمهيد للبروتوكولات وللتصنيع المحلي. بعد الموجة الأولى مباشرة نقدر نقول في عامل مهم جدا هو التصنيع الدوائي. احنا بقينا بنصنع كل البروتوكول. هرجع لهذه النقطة تحديدا، لكن خليني أخذها من ناحية من الشق الاقتصادي. دكتور علي، مصر في المرتبة الثانية من حيث عودة الأمور أو الحياة إلى طبيعتها، ده حسب مؤشر الإيكونوميست. إزاي تحقق ده؟ تحقق دوت نتيجة إصلاحات اقتصادية احنا بدأناها من قبل تداعيات كورونا. برنامج الصحة الاقتصادي كان قوي، والتعامل مع الأزمة يمكن حتى بالإشادات سواء من إيكونومست أو حتى من الاي ام اف صندوق النقد الدولي، اللي كان بيؤكد على فكرة ان القرارات كانت في توقيت مناسب وقرارات حكيمة، وده نقطتين مهمين جدا. بجانب كمان ان حتى التصريحات اللي خرجت من المسؤولين في مصر كانت تصريحات هادئة ومتوازنة، وعملية التصريحات ديت انا مش عاوز امر عليها مرور الكرام لانها فعلا أثرت بالسلب على العديد من الدول، لأن ده كان بيأثر على سلوك المستثمر وعلى سلوك المستهلك، وكان بيعمل حالة من حالات الهلع، وأثرت بشكل سلبي جدا على الأداء في الأسواق، سواء بتكلم على البورصات أو حتى بتكلم على السوق الخاص بالسلع والخدمات. يعني كان في ثبات انفعالي بالظبط، وده جزء وأمر غاية في الأهمية. بجانب كمان الأمر المتوقع الخاص بالتوقعات بالنسبة لاقتصاد مصر، المشروعات القومية اللي الدولة كانت بتقوم بيها واللي أكدت على استمرارها، خطة التعايش اللي الدولة اتحرك
حركت عليها حزمة المساعدات والحوافز الاقتصادية اللي وضع فيها التنسيق ما بين كافة المؤسسات، أبرزها البنك المركزي اللي عمل اجتماع طارئ خفض الفايدة 3% وبعد كده تبعه حزمة كبيرة جدا من المساعدات من جانب وزارة المالية في تأجيل للضرائب وغيرها من المساعدات اللي كانت واضحة جدا من كافة المؤسسات. جميل، أرجع للدكتور إسلام. أرقام الإصابات اليومية المسجلة والمعلنة من قبل وزارة الصحة هي أرقام يعني متواضعة جدا، قليلة جدا والحمد لله، يعني أقل من 100 إصابة. لا صحيح. نسبة من تلقى اللقاح أقل من 3%. طيب كيف يمكن تفسير ذلك؟ تمام، هو عموما احنا انتهت الموجة التالتة بدون عامل اللقاح، يعني ما نقدرش نقول ان اللقاحات كان ليها عامل في انتهاء الموجة. هو كل موجة ومنحنى وبائي بيمر بفترة ساتوريشن او يعني الذروة، بعد كده يبتدي يهدى وينتهي. هو الفكرة كلها في الموجة الرابعة، هي اللي هنبقى داخلينها واحنا عندنا بإذن الله استعداد من حيث اللقاحات، لكن اللي احنا بنشهده ده هو ده المنحنى الوبائي الطبيعي بدون تدخل اللقاحات. طب ده ليه؟ ايه سبب ان هو الموجة عادة بتاخد وقتها وبتخلص في حدود شهرين شهرين ونص؟ ده بسبب حاجتين، يا اما الاصابات الخفيفه اللي هي العدوى المجتمعيه لغايه ما نوصل لمرحله الساتوريشن زي ما كنا بنتكلم، والحاجه الثانيه هي الاجراءات الاحترازيه. احنا عملنا اغلاق في نصفي في اول موجه، بعد كده ثاني موجه اعتمدنا على الشعب وعلى المواطنين نفسهم وبالتداعيات. الحاجه الثالثه بقى اللي في الموجه الثالثه هو فكره اعطاء علاج بدري. احنا بقينا بنصنع زي ما كنا لسه بنتكلم كل البروتوكول حاليا، وبقى متوفر بالمجان للعزل المنزلي بحيث ان احنا نقدر نلحق الاصابات في اولها. البروتوكول العلاجي، البروتوكول العلاجي. المشكله في كورونا لو تركنا المريض باعراض لفتره بحيث ان تتفاقم الاعراض وادخل في ازمه تنفسيه حاده مثلا، اعطاء بروتوكول بدري والناس بقت حافظه اول ما بيجي له اول عرض، اول ما يبتدي يفقد حاسه الشم وتذوق يبتدي يطلب الخط الساخن عشان ياخد البروتوكول في المنزل. ده كان ليه عامل مهم جدا في ان احنا حتى كيرف الوفيات في الموجه الثالثه كان اقل من الموجه الثانيه الحمد لله. طيب اعود لدكتور علي، الحكومه المصريه لم تلجا الى الاغلاق زي ما قال الدكتور اسلام، الاغلاق التام مثل العديد من الدول. اسالك على ماذا راهنت لتحقيق هذه المعادله، يعني استمرار التشغيل وسلامه المواطن؟ خلينا نقول دايما احنا يمكن اكدنا من بدايه حتى الجائحه وراي كتير من الخبراء ان فكرة الإغلاق الكامل والخسائر الاقتصادية هتبقى أكبر بكتير جدا حتى من خسائر الفيروس ذات نفسه. مشاكل المرتبطة بالفقر ومرتبطة بارتفاع معدلات الفقر، الاحتياج للغذاء وغيرها من المشاكل قد تكون أسوأ بكثير من ارتفاع الإصابات. الرهان كان مرتبط باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، تغليظ للعقوبات بالنسبة للمخالفين، تنفيذ القانون بشكل صارم، دوت اللي كان الرهان. وفي نفس الوقت ابتدى المواطن كمان يدرك تماما إن جزئية التعايش ديت والاحتفاظ والالتزام بالإجراءات الاحترازية كان أمر ضروري لاستمرار عجلة الإنتاج والتشغيل. الدولة بدأت بمشروعاتها القومية وابتدت إن هي تتخذ الإجراءات الاحترازية فيها، ابتدينا نشوف المقاصد السياحية كمان ابتدت إن هي تتعامل بنمط يمكن جيد جدا في هذا الأمر. مش هنقدر نقول إن احنا وصلنا لنسبة 100% لأن برضه مستويات الوعي عمرها في أي دولة ما بتوصل لنسبة 100% كان أكيد في نسب فوضى من مكان للآخر، لكن بشكل عام وحتى لما بنيجي نشوف دوت على مستوى عدد الإصابات والوفيات وتأثر المصاب بالفيروس أعتقد أن احنا كان وضعنا جيد مقارنة بعديد من الدول الأخرى. تحذيرات دكتور إسلام عديدة من اقتراب متحور دلتا بلس من مصر أو من دول عديدة، ما المطلوب لكي تحافظ المنظومة الصحية على صلابتها؟ تمام، دي نقطة كويسة جدا. بس يعني ما عندناش وقت كتير. الخوف من دلتا ودلتا بلس هو المفروض يخلينا نعمل نفس الإجراءات الاحترازية من الفيروس الأصلي احنا بنسميه الوايلد تايب. المشكلة بس في دلتا ودلتا بلس ان هو بيضغط على المنظومة الصحية أكتر من الفيروس الأصلي، لأن الانتشار بتاعه أعلى بأكتر من 5 أضعاف من الفيروس العادي. لذلك احنا محتاجين استعداد أكتر في المستشفيات في سرير عام مركزة، محتاجين نسرع وتيرة اللقاحات ان احنا نوصل ل 20% قبل نهاية سبتمبر. ده الرهان الوحيد اللي احنا محتاجين نعمله، لقاحات ومن جوه المنظومه الصحيه تزويد السراير والكوادر الطبيه والوعي ان احنا نزود اجراءات الاحترازيه باذن الله على الشهر القادم. اقتصاديا دكتور علي كيف يمكن الحكومه ان تتعامل مع هذا؟ مزيد من الحوافز، العمل على ثبات لاسعار الفايده بالنسبه للبنك المركزي، دي اجراءات هيبتدي يتحرك عليها، التشجيع على عجله الانتاج والاستثمار مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازيه اكيد. شكرا جزيلا لكما دكتور اسلام عنان خبير اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، والخبير الاقتصادي الاستاذ الدكتور علي الادريسي، شكرا جزيلا لكما.